برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عقد المجلس الأعلى للاتحاد اجتماعا في قصر المشرف بأبو ظبي حيث انتخب المجلس بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان وأعرب المجلس عن ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوما حارسا امينا للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات، دعين الله عز وجل ان يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ويسدد خطاه في خدمه وطنه وشعب الامارات الكريم. ومن جانبه اعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال عن تقديره للثقه الغاليه التي اولاها اياها اخوانه اصحاب السمو الشيوخ اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات راجيا المولى عز وجل ان يوفقه ويعينه على حمل مسؤوليه هذه الامانه العظيمه واداء حقها في خدمه وطنه وشعب الامارات الوفي